السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم من قناة السعودية، أبدأها بأبرز عناوينها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وزير الخارجية يؤكد لأعضاء مجلس الأمن تقديم المملكة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين على مدى عقود، والتعنت الإسرائيلي يصعب وصولها. خطيب المسجد الحرام يؤكد أن التوحيد ولم الشمل من عظيم نعم الله على المملكة. هيئة العقار تعلن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 43 ألف قطعة عقارية في الرياض والدرعية. تتابعون أيضا في هذه النشرة: الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية تستمر حتى الثلاثاء المقبل على المناطق الجنوبية ومكة المكرمة. حياكم الله. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لفخامة رئيس سردار بيردي محمدوف رئيس تركمانستان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية خلال اجتماع الترويكا العربية مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن برئاسة سلوفينيا، أكد أن المملكة على مدى عقود تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، مضيفا أن التعنت الإسرائيلي أدى إلى صعوبة وصول المساعدات للأراضي الفلسطينية. على مدى عقود أظهرت المملكة دعما لا يتزعزع لدورها في تقديم المساعدات المنقذة للحياة وتقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وفي المخيمات في البلدان المجاورة. وقد أدى التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل إلى تعميق معاناة الفلسطينيين ومنع وصول المساعدات الكافية إليهم. وتدرك المملكة التحديات المعقدة التي تواجهها الأنوروا خاصة منذ أكتوبر الماضي، مثل انخفاض الموارد المائية واستهداف إسرائيل الوكالة وعرقلة عملياتها. كما أشار وزير الخارجية إلى أن المملكة تدعم وكالة الأنوروا بهدف مساعدة الفلسطينيين لتوفير الاحتياجات الأساسية للاجئين. أشارت الأمم المتحدة مراجعة واسعة النطاق بشأن الأنوروا في أبريل الماضي للتأكد من ناحيتها له نزعة إنسانية نحن راضون تماما عنه وما توصل إليه من نتاج، كما أن تصنيف الأنوروا كمنظمة إرهابية أمر غير مقبول. إن المملكة من الدول الرائدة في دعم الوكالة وتستمر في كونها المزود الرئيسي للدعم المالي. وانطلاقا من دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني، فإننا نحث جميع الدول على مواصلة دعمها للأنروا لاستعادة قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. من جانب آخر، أوضح الأمير فيصل بن فرحان خلال افتتاح فعالية الطريق إلى الرياض مع الأمم المتحدة أن المملكة تستعد لاستضافة الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لمكافحة التصحر بهدف التصدي للتحديات البيئية. تستعد المملكة لاستضافة الدورة 16 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية المتحدة لمكافحة التصحر. تأتي استضافة هذا المؤتمر انطلاقا من اهتمام المملكة بالتصدي للتحديات البيئية وامتدادا لأدوارها المسؤولة في تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف وحرصا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومما يبرهن على التزامنا بحماية البيئة تعدد البرامج والمبادرات الطموحة التي أطلقتها المملكة في هذا المجال، وعلى رأسها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
نشاط دبلوماسي سعودي واضح على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79 المنعقدة في نيويورك. المزيد في هذا التقرير. نشاط ملحوظ وحراك سعودي ونقاشات واسعة داخل هذا المبنى من أجل حل حالة أعقد القضايا. ففي ظرف يومين فقط قاد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان رئيس وفد المملكة العربية السعودية هنا في نيويورك الذي يرأس وفد المملكة أكثر من 12 اجتماعا رفيع المستوى وقرابة 15 لقاء ثنائي مع وزراء خارجية ومسؤولين من عدة دول. فقد شارك وفد المملكة برئاسة وزير الخارجية اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وحضر الوفد اجتماعا لمجموعة العشرين التي تقام لأول مرة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان لسمو وزير الخارجية كلمة في هذا الاجتماع. بعدها بدقائق وفد المملكة يشارك في جلسة مجلس الأمن المفتوحة، وكان لسمو وزير الخارجية كلمة في هذه الجلسة. تلاها اجتماعين مهمين لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد من الدول الأوروبية، ثم اجتماعا للجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين مع الأمين العام للأمم المتحدة. في اليوم التالي ومنذ صباحه الباكر اتجه سمو وزير الخارجية إلى هذه القاعة وعقد اجتماع ترويكا السعودية البحرين العراق برئاسة مجلس الأمن، وتحدث سمو الأمير كلمة في هذا الاجتماع. وكان للمملكة حضورا في فعالية دعم جهود الأنوروا، ثم حضور اجتماع وزراء خارجية الدول العربية لدعم فلسطين والذي نظمته وزارة الخارجية النرويجية. واختتمت أعمال اليوم الثاني بالاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام بدعوة من اللجنة الوزارية والنرويج والاتحاد الأوروبي. إذن هو حراك سعودي يهدف إلى تحقيق الأمن والسلام عربيا ودوليا. وللحديث عن هذه الجهود والأنشطة الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، نستضيف هاتفيا الكاتب السياسي الدكتور خالد باطرفي. أهلا بك دكتور معنا في هذه النشرة. أولا، كيف تنظر إلى أهمية هذا الاجتماع لترويكا الجامعة العربية مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن في الدفع باتجاه إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وتنفيذ حل الدولتين؟ كيف يساهم مثل هذا الاجتماع في الخروج إلى هذا الحل والوصول إلى إيجاد حل الدولتين؟ قبل قليل كنت بأقرأ أحد الصحف الأمريكية نيويورك تايمز، وهي تقول أنه لوحظ عندما تحدث إبراهيم عباس أن التصفيق كان حادا وبإجماع كبير، وعندما انتهى من حديثه وقف الجميع وصفقوا لوقت طويل، وقالت إن هذا دليل على المستوى الذي استطاعت فيه الدول العربية بالطبع والدول المؤيدة لفلسطين أن تحرزه في خلال الأشهر الماضية، ودليل على عجلة إسرائيل التامة، ودليل على الموقف الدولي، وأن هذا مؤشر يجب أن يستمع له القادة الإسرائيليين والأمريكان، ويجب أن يدركوا أن الوقت ليس في صالحهم، لأن العالم كله اليوم يكاد يجمع على دعم القضية الفلسطينية. يعني هذا الفراق الذي تحقق خلال 10 شهور، الفضل لله ثم للقيادة السعودية التي تحركت أولا بجمع الدول العربية والإسلامية في قمة الرياض، ثم بتشكيل لجنة وزارية من وزراء الخارجية في دول عربية وإسلامية جالت الكرة الأرضية حثا على موقف دولي موحد. أيضا استخدمت المملكة وأشقائها نفوذهم وعلاقاتهم مع الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا وكندا وأستراليا، وأيضا الدول عدم الانحياز، ولذلك استطعنا أن نحقق 149 دعم وتأييد
للقضية الفلسطينية من حوالي 190 دولة، يعني أغلبية كاسحة صوتت اليوم لصالح دولة فلسطينية. فالذي يحدث من هذا الحراك السريع والقوي والشامل هو تتويج لكل ما حدث منذ بداية الأزمة وإلى اليوم. هناك من اكتفى بالتصريحات واكتفى بالصراخ والمطالبات غير المنطقية، وهناك من عمل بجد وبلا تأخير وبلا تقديم المصلحة الذاتية من المملكة العربية السعودية على مصلحة فلسطين. ولذلك نحن سعداء بما تحقق. وطبعا ما حدث اليوم من اجتماعات ومن ضمنها الاجتماع في مجلس الأمن هو تتويج لكل هذه الجهود المباركة. نعم، هذا الاجتماع بالتحديد مع مجلس الأمن، أعضاء الدول مجلس الأمن برئاسة سلوفينيا التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، برأيك ما هي أهمية هذا الاجتماع في الخروج بالنتائج أيضا تدعم المبادرة السعودية حول إقامة تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين؟ هي خطوة كبيرة في هذا الاتجاه. احنا ندرك طبعا ان الجمعيه العموميه في الامم المتحده لا تملك اصدار قرارات ملزمه مثل مجلس الامن. مجلس الامن المشكل من 15 دوله، منها 5 دول يعني تحمل حق الفيتو او الاعتراض او النقد، اللي هو الدول 5 الكبرى، و10 دول يتم التصويت او انتخابها كل عامين. هذا المجلس المكون من هذه 15 دولة هو الذي يستطيع أن يصدر قرارات حرب، قرارات ملزمة، قرارات تطالب المجتمع الدولي باتخاذ مثلا مقاطعة اقتصادية، أو مثلا عدم تصدير السلاح، أو حتى تحرير مناطق كما حدث في تحرير الكويت، كان هذا بقرار من مجلس الأمن. فلذلك القرار السعودي لا يتوقف في مكان واحد، يعني هناك اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي، مع اتحاد دول وسط آسيا، مع الاتحادات الآسيوية، مع مجموعة بريكس، مع دول عدم الانحياز، مع الأمم المتحدة. وهناك أيضا تركيز على مجلس الأمن لأنه المكان الأهم لاستشار قرارات ملزمة، بالإضافة طبعا للمحكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، والمملكة أيضا فاعلة ونشطة في كل هذه المواقع والمنصات. والمملكة تحمل راية مناصرة القضية الفلسطينية منذ القدم، وتعمل على قدم وساق بكل جهودها وكل ثقلها السياسي والاقتصادي في الدفع إلى حلول لهذه القضية. وهذه المبادرات التي تقودها المملكة بالفعل تثبت أن هذا العمل يحتاج إلى أفعال لا أقوال، وهو الاتجاه الدائم للمملكة العربية السعودية. شكرا لك الدكتور خالد باطرفي الكاتب السياسي. وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا للتعاون المشترك مع الهيئة الطبية الدولية في نيويورك، ويهدف البرنامج لتنفيذ برامج إنسانية وإغاثية وتعزيز القدرات لدى الكوادر ودعم صحة المرأة والطفل، فضلا عن تبادل الدعوات للأحداث والفعاليات الدولية المهمة والإعداد للأحداث الدولية الإنسانية بتنسيق مشترك. أكد خطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الله الجهني أن من نعم الله العظيمة على المملكة التوحيد ولم الشمل وإخلاص العبادة لله وحده. أيها المسلمون، امتن الله تعالى على هذه البلاد المملكة العربية السعودية بجمع الشمل وتوحيد الكلمة وإخلاص العبادة لله وحده واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضة طرية، كما جاء بها نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما.
يحرص عدد من ضيوف الرحمن على التوجه إلى المدينة المنورة بعد أداء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، حيث يستقل بعضهم الحافلات والبعض الآخر يستقل سيارات الأجرة. تفاصيل أكثر مع الزميل أيمن الثبيتي مراسل الأخبار السعودية من مكة المكرمة. أيمن، أهلا بك معنا في هذه النشرة. أطلعنا على هذه الخدمة التي يجدها زوار المسجد الحرام من يأتون للعمرة والصلاة في المسجد الحرام ثم يريدون التوجه إلى المدينة المنورة. هناك الكثير من المواصلات التي وفرتها المملكة العربية السعودية للتسهيل على ضيوف الرحمن في تنقلاتهم. أشرنا إلى الحافلات وأيضا سيارات الأجرة، أطلعنا على ما يقدم في هذا الجانب. شكرا هلال، حييك وحيي كافة متابعي أخبار السعودية من هنا من جوار المسجد الحرام. نحن شمال الحرم المكي، يعني نبعد ما يقرب من نصف كيلو عن المسجد الحرام. كما تعلم يوم الجمعة يعني الحركة مختلفة بشكل كبير جدا هنا في المنطقة الحرام أو المنطقة المركزية أو المنطقة المحيطة بالحرم المكي بشكل عام من خلال خروج ودخول المعتمرين. هذه الحركة هلال هي تبدأ من يعني مما يقرب من الساعة 10 صباحا، يعني تجد هناك حركة كبيرة جدا من المعتمرين والمصلين وضيوف الرحمن. هذه الحركة تنطبق على حركة الأشخاص، يعني حركة المعتمر والمصلي والمعتمر في الحرم. خارج المسجد الحرام هناك حركة الحافلات وحركة أيضا المركبات والتنظيم والتسهيل لدخول هذه الحافلات والمركبات إلى الحرم المكي وأيضا خروجها من المسجد الحرام. طبعا هذا نحن نتحدث عن قبل صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة طبعا أيضا الحركة تكون خروج وليس دخول إلى الحرم المكي، فبالتالي عملية خروج المعتمرين هي تستلزم أن يكون هناك عدد كبير من الحافلات في انتظارهم واختلاف توجهات ضيوف الرحمن. منهم يعني أكثر عدد ممكن من ضيوف الرحمن يتوجهون إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، سواء كانوا من أبناء المملكة العربية السعودية من أبناء المناطق المختلفة أو أيضا من خارج المملكة العربية السعودية. فبالتالي يعني تنشط حركة الحافلات وتنشط حركة المركبات. هذه النقطة التي تشاهدها خلفي هلال يعني هي نقطة لتجمع المعتمرين وأيضا تجمع سيارات الأجرة والحافلات وكل من يرغب الوصول إلى المسجد النبوي. هذه النقطة هي مكان للتجمع. طبعا هناك أيضا قطار الحرمين السريع وهو يعتبر وسيلة آمنة وسريعة جدا في الوصول إلى المسجد النبوي، لكن تختلف توجهات ضيوف الرحمن ورغباتهم، فبالتالي هناك أكثر من وسيلة، إما سيارة الأجرة الصغيرة أو الحافلات أو سيارات الأجرة الكبيرة أو قطار المشاعر هو من ينقل ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة. فبالتالي في يوم الجمعة تجد أن الحركة يعني كبيرة جدا، وأيضا تبدأ تقل هذه الحركة مع مساء يوم الجمعة بعد صلاة المغرب، تجد أن تقل حركة المعتمرين وأيضا حركة الحافلات في المنطقة المركزية. نعم هلال، شكرا لك زميلي أيمن الثبيتي، أطلعتنا على حركة ضيوف الرحمن بالتحديد في يوم الجمعة، وكما أشرت إلى زيادة نشاط في حركة المواصلات. بالتأكيد كل المواصلات متاحة أمام ضيوف الرحمن، سواء المواصلات عبر قطار الحرمين أو عبر الحافلات وسيارات الأجرة أو عبر الطيران. شكرا جزيلا أيمن الثبيتي من مكة المكرمة.
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 43 ألف قطعة عقارية لأربعة أحياء في الرياض و13 حيا بمحافظة الدرعية ابتداء من 27 من أكتوبر المقبل وحتى نهاية يوم 30 من يناير من العام القادم. وبينت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، ويهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري. افتتحت هيئة المتاحف معرض كتابات اليوم للغد في المتحف السعودي للفن المعاصر في حي جاكس بالدرعية، وينفرد بتقديم فن الصين المعاصر لأول مرة في المملكة، ويستمر المعرض حتى 18 من يناير المقبل، ويجمع أكثر من 30 فنانا معاصرا صينيا ليقدموا أكثر من 50 عملا يعبر عن منظورات غير مألوفة حول التحولات العميقة في المجتمع المعاصر. ويهدف المعرض لكشف أوجه الشبه بين الثقافتين العربية والصينية للمساهمة في تعزيز التبادل الحواري الثقافي وإثراء المشهد الفني في المملكة. بشعار الرياض تقرأ، يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب فعالياته وأعماله بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعربية وعالمية من 30 دولة. ويعد المعرض الحدث الثقافي الأبرز في المملكة وخارجها، حيث يرسخ مكانتها كأحد أهم المنصات الثقافية الدولية. من المعرض بجامعة الملك سعود ينضم إلينا مباشرة مراسل أخبار السعودية الزميل محمد الحمادي. أهلا بك محمد، من أي زاوية ستأخذنا والمشاهدين لتطلعنا على تفاصيل الفعاليات والأنشطة في هذه اللحظات والأجواء لديك في معرض الكتاب بالرياض؟ نعم، مساء النور هلال. اليوم الثاني لمعرض الرياض الدولي للكتاب، 2000 دار نشر من 30 دولة. نتخيل بأن هناك سياحة ثقافية كبيرة جدا سيعيشها الزائر لهذا المعرض الذي سيتنقل فيه عبر دور النشر وعبر الفعاليات التي تتجاوز 200 فعالية في مختلف الثقافات، سواء في الأدب، في الشعر، في الفكر، في أيضا هناك منطقة خاصة للطفل، وفي هذه الزاوية إحدى الزوايا الموجودة. وكما نلاحظ الناس أيضا يلتقون مع كاتبهم المفضل، مع مؤلفهم. أنا سأقف في هذا المكان مع إحدى المؤلفات من أو الكاتبات من دولة أو من مملكة البحرين، الأستاذة حنان آل رحمة. أولا عرفينا ما أو حدثيني قليلا عن معرض الرياض الدولي للكتاب، ما هو انطباعك عن هذا المعرض؟ أهلا وسهلا فيكم، وأنا جدا سعيدة في تواجدي في المملكة العربية السعودية وسط هذه الأجواء الجميلة في معرض الرياض الدولي للكتاب. طبعا هذه ثاني مرة لي أحضر في معرض الكتاب لتوقيع إصداراتي، والأجواء الثقافية صراحة على مستوى جدا عالي، وما شاء الله يعني شعب الرياض شعب قارئ بشكل جدا راقي. يعني ما توقعت صراحة أن بيكون هذه الأجواء يعني بشوفها في معرض الرياض الدولي للكتاب. كلمينا عن إصداراتك، أنت توقع عدد من الإصدارات في هذا الركن تحديدا، كلمينا عن هذه الإصدارات. طبعا أنا عندي 3 إصدارات، إصدارين رواية، والإصدار الأول هو خواطر قصصية. طبعا إصداراتي كلها هي تتحدث عن جانب من رحلة الإنسان في هذه الحياة من رؤية فلسفية، الحياة اللي مليئة بالتحديات، إثارة، غموض، البحث عن الحقيقة، سر الوجود. الإصدار الأول هو في عالم النور، طبعا هو خواطر قصصية يتحدث عن اليقظة الروحية في طريق الهدف الروحي. الإصدار الثاني هو رواية مسافرة في رحلة قصيرة تتحدث عن رحلة عبر الزمن إلى عالم الروح. أما إصدار الجديد اللي صدر أمس في المعرض هو رواية أعصار الحياة. طبعا هذه الرواية هي مكملة إلى رواية مسافرة في رحلة قصيرة، هي تتحدث عن الصراع بين النور والظلام اللي قائم منذ سنين يعني طويلة. صحفية طبعا هي تروح في أداء مهمة من أجل حل مشكلة معينة أو تغطية لمشكلة معينة، ولكنها تكتشف أسرار أعمق من المشكلة اللي هي رايحة تغطيها، فيبدأ يصير صراع بينها وبين الجهة الظلامية. بالتوفيق إن شاء الله. أنا بودي أيضا أن أخذ الكاتبة نجاح، إذا ممكن تفضلي معي بس ثواني بس.
طبعا أيضا مشاركة وكاتبة من الأردن تشارك أيضا في هذا الركن وتوقع عدد من إصداراتها. الأستاذة نجاح سلامة، حدثينا عن انطباعك العام عن معرض الرياض الدولي للكتاب. بصراحة كثير مبسوطة إني حضرته، رغم إنه في آخر لحظة إجيت، بس أجواء خيالية، في نسبة إقبال رهيبة، هذا الشيء اللي فاجأني في المعرض. القراء كتار، ناس متعطشة للقراءة، هذا الشيء كتير جاذب في المعرض. أبرز المؤلفات اللي توقعيها في هذا الركن تحديد؟ غالبا انترستا، كون هو أول إصدار انتشر العام الماضي وأول إصدار إلي أخذ شهرة كبيرة. رواية لراسي وهي آخر إصداراتي برضو عم تأخذ شهرة كبيرة حاليا، ودمو فيها نسبة إقبال عالية رغم أن الترويج تاعها أنا مقلليته، فالحمد لله. نتركك مع قرائك، الله يوفقك، شكرا جزيلا. شكرا. أيضا سأخذ زاوية أخرى من زوايا هذا المعرض المليء بالقصص حقيقة، والزائر يتنقل بين الكتب إلى الفعاليات المختلفة والأركان المختلفة. أنا لفت نظري هلال والسادة المشاهدين هذا الولد الصغير، شوف مع اللوحة، ما هي قصة هذه اللوحة؟ وهو في هذه اللوحة، ولكن ما هو قصته حقيقة؟ استوقفني وسألته قبل الهواء وأردت أن أخذ معه هذه الدقة. أول شيء عرفني باسمك. محمد حسن الحماد. محمد الحماد، يعني قريب من اسمي بعد بدون الياء. كلمني، هذه مين اللي رسم اللوحة؟ راسم نفسي. دي الصورة تقريباً لها 4 سنين، يعني قديمة مصورها. كنت برسم رسمي، قلت ليش ما أجرب أرسم نفسي وأشوف أجرب يعني مستوي في الواقع. جربت وصلت لهذا المستوى. يعني أنت فنان ورسام، فهو يعني باختصار شديد هو رسم هذه اللوحة وهي صورته، حتى أيضا يأخذ جولة في هذا المكان يلفت الأنظار لموهبته الجميلة، وفعلا استطاع أن يلفت الأنظار. طلع لنا اللوحة الثانية هذيك، يعني في هذا العمر أعتقد جميل جدا، تجربته تجربة جميلة. كم عمرك أنت الآن؟ 13. مين اللي علمك الرسم؟ اليوتيوب، يعني كل أدخل اليوتيوب أتعلم لما ما استمريت. الحين تعلمت من اليوتيوب، يعني تعليم ذاتي. ايه. زين، وش طموحك في هالمجال؟ ان شاء الله اوصل للعالميه بالرسم، يعني ان شاء الله. هل تامل، يعني اقول لي وش امنيتك، وش تبغى بالضبط، وش الامنيه؟ الامنيه ان الكل يعرف انه انا اعرف ارسم، وان شاء الله يكون في العالميه الحلميه. شكرا محمد، شكرا. إذا هذه الوقفة الأخيرة مع هذا الفنان الجميل، والزائر للمعرض سيلحظ العديد من الأشياء الجميلة المميزة، وهو مفتوح طبعا هذا اليوم الثاني وبقي 8 أيام بإذن الله مستمرة بالعمل الثقافي والمنتج الثقافي المميز. شكرا لك زميلي محمد الحمادي على اختياراتك ووضعنا في هذه الأجواء، وأيضا تقديم هذا الشاب الرسام المميز ما شاء الله. أعطيك العافية زميل محمد الحمادي من معرض الكتاب الدولي بالرياض، شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الليلة وضمن فعاليات موسم الرياض، المملكة أرينا تحتضن مواجهة الأهلي المصري والزمالك في السوبر الإفريقي. لاتيه وشوكولاتة كادبري. بكرة تعدي. قلبها مليان بالحليب اللي طعم غني بالشوكولاتة. كادبري، ما في أطيب من قلبها إلا قلبك. يا
حمادة فين النسكافيه بتاعك؟ النسكافيه تبي سكر مقلقة من نخنا نسكافيه حوة نسكافيه حوة خونا حوة حوة نسكافيه جولد اللي تحبه في شكل جديد بنفس الطعم والنكهة السلسة. فولترين يخفف ألام الظهر والعضلات، يخفف التورم، يخفف الالتهاب ويخفف الألم بمكانه. فولترين متعة الحركة. خذ لك بريك، خذ لك كيت كات. أهلا بكم من جديد في نشرتنا، وهذا موجز سريع بأهم وآخر الأنباء. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئاني رئيس تركمانستان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وزير الخارجية يؤكد لأعضاء مجلس الأمن تقديم المملكة للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين على مدى عقود، والتعنت الإسرائيلي يصعب وصولها. خطيب المسجد الحرام يؤكد أن التوحيد ولم الشمل من عظيم نعم الله على المملكة. هيئة العقار تعلن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 43 ألف قطعة عقارية في الرياض والدرعية. هيئة المتاحف تفتتح معرض كتابات اليوم للغد في المتحف السعودي للفن المعاصر في حي جاكس، وينفرد بتقديم فن الصين لأول مرة في المملكة. بشعار الرياض تقرأ، يواصل معرض الرياض الدولي للكتاب فعالياته وأعماله بمشاركة أكثر من 2000 دار نشر ووكالة محلية وعربية وعالمية من 30 دولة. رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة تبوك احتفال الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة باليوم الوطني 94 للمملكة تحت شعار نحلم ونحقق بمشاركة طلاب وطالبات مدارس المنطقة. بعد ذلك تجول سموه بالمعرض المصاحب للاحتفال، ثم شاهد سموه مجموعة من الأنشطة التي تضم أعمالا ومشاركات متنوعة تحكي مسيرة المملكة منذ توحيدها وحتى عهدنا الزاهر. حضر صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة حفل القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بجدة بمناسبة ذكرى التأسيس 75 بحضور القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة وانغ تشيمين وعدد من المسؤولين بالقنصلية. ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبد العزيز السديري حفل سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا وعدد من منسوبي السفارة. احتفت المملكة باليوم البحري العالمي 2024، وتضمن الاحتفاء إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة وإطلاق مجموعة من الأنشطة الاستعراضية والفعاليات البحرية. في نهاية شهر سبتمبر من كل عام المملكة تحتفي باليوم البحري العالمي تقديرا لأهمية القطاع ودوره المحوري في دعم القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية وإسهامه في تحقيق الأمن الغذائي. اليوم البحري العالمي لعام 2024 يركز على مستقبل الملاحة البحرية ورفع مستوى السلامة فيها، لينطلق تحت عنوان الملاحة في بحار المستقبل، السلامة أولا، ما يؤكد أهمية تضافر الجهود لكافة دول العالم. احتفاء هيئة النقل تمثل بإقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الاستعراضية تحية لأكثر من 2000 بحار سعودي واعتزازا بالأسطول البحري الذي يتصدر إقليميا
ب420 سفينة سعودية، وبدور المملكة في الحفاظ على حركة الملاحة البحرية الدولية وجهودها في رفع مستوى السلامة البحرية. موقع المملكة الاستراتيجي على خارطة العالم الجغرافية وإطلالتها على أهم الممرات والمسارات البحرية جعل منها مركزا لوجستيا مهما تلتقي فيه القارات الثلاث، فهي بوابة للعالم في حركة التجارة، يمر من خلالها 13% من التجارة العالمية، لتواصل المملكة مسيرتها نحو تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية ورؤيتها الطموحة 2030. يأتي مسجد الفسح ضمن أهم المساجد التاريخية بمنطقة المدينة المنورة، وقد حظي بإعادة تأهيله وترميمه كغيره من المساجد التاريخية، وذلك لأهميته والأحداث المرتبطة بالسيرة النبوية. تفاصيل أكثر ينقلها لنا زميل محمد الشهري مراسل أخبار السعودية من المدينة المنورة. أهلا بك محمد، أطلعنا على هذا المسجد التاريخي، على قصة المسمى أيضا، ماذا يجد الزائرون لهذا المسجد؟ نعم، اهلا وسهلا بك هلال، اهلا بالسادة المشاهدين مشاهدي القناة السعودية، ورحب بكم من هنا من طيبة الطيبة المدينة المنورة. بداية هلال، تتنوع المواقع التاريخية والدينية هنا في المدينة المنورة، ما بين مساجد وجبال ودور وآبار، ولها ارتباط بالسيرة النبوية وبأحداث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما تشاهد هلال الآن من هنا من مسجد الفسح أو ما يسمى بمسجد أحد، هذا الموقع التاريخي الذي صلى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ملاصقا لجبل أحد، تم إعادة تأهيله وترميمه وفتحه لزوار المدينة المنورة. فهذا الموقع له ارتباط بسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. لنسلط الضوء أكثر حول هذا المسجد التاريخي، ينضم معي في هذه اللحظات ضيفي وضيفكم الأستاذ ياسر الحجيلي، مهتم بالسيرة النبوية هنا في المدينة المنورة. حياكم الله أستاذ ياسر، وأرحب بك عبر شاشة القناة السعودية. مسجد الفسح أو ما يسمى بمسجد أحد، ما هي قصة هذا الموقع التاريخي؟ طبعا هذا الموقع التاريخي ارتبط بالغزوة الشهيرة غزوة أحد التي حصلت في السنة الثالثة من الهجرة، عندما انتهت المعركة وجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى أطراف هذا الجبل، صعد عليه الصلاة والسلام ثم نزل عليه الصلاة والسلام وصلى في هذا المصلى كما ذكر ابن شبة المتوفى عام 262، وهو أول من ذكر بهذا المسجد أن كان يسمى مسجد أحد لالتصاقه بهذا الجبل العظيم، جبل أحد كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، أحد جبل يحبنا ونحبه. ثم ذكر الإمام السمهودي بعده في سنة 700 أن مسماه الفسح، وانتشر اسمه بهذا المسمى بين أوساط الناس بمسجد الفسح. جميل، كيف نجد هذا الموقع التاريخي المسجد أستاذ ياسر وهو ملاصقا الآن لجبل أحد كمكانة تاريخية الآن هنا في المدينة المنورة؟ طبعا اكتسب هذا المسجد الشهرة التاريخية من غزوة أحد ابتداء، فهو يقع شمالي المسجد الكبير بجوار الشهداء، والتصاقه بجبل أحد وجهة المهاريس، وهو هي عبارة عن أحواض تتعبأ بها الماء في جبل أحد، والتصاقه بهذا الجبل العظيم اكتسب هذه الشهرة ويزوره الناس بين الفينة والأخرى. جميل، اليوم نجد أستاذ ياسر يعني اهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة بالمواقع التاريخية والمساجد التاريخية هنا في المدينة المنورة، كيف تقرؤون ذلك؟ لا شك أن الرؤية المباركة رؤية 2030، رؤية الأمير الهمام محمد بن سلمان ولي العهد حفظ الله، الاهتمام بالمعالم التاريخية في جميع أنحاء المملكة، ولا شك أن المدينة وارتباطها بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أولت أهم الاهتمام بهذه المساجد والمصليات، ومن ضمنها مسجد الفسح الذي تم توسيعه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. شكرا لكم الأستاذ ياسر
الحجيري، فقد يعني تحدثتم عن هذا الموقع التاريخي، أهميته الدينية ومكانته الإسلامية هنا في المدينة المنورة مسجد الفسح. شكرا لك أستاذ ياسر الحجيري، فأنتم مهتمين بتاريخ السيرة النبوية هنا في المدينة المنورة. إذن هلال، تحدثنا خلال هذه الدقائق عن مسجد الفسح وما يسمى بمسجد أحد، وهو ملاصقا لجبل أحد، هذا الموقع الذي يأتي باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد المباركة، ممثلة طبعا هنا بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وقد تم إعادة تأهيل هذا الموقع وترميمه كما ذكرت لك في بداية حديثي وتهيئته لزوار المدينة المنورة. هذا الموقع أيضا قريب من مسجد سيد الشهداء ومن مقبرة شهداء أحد، وأيضا يبعد عن المسجد النبوي قرابة 4 كيلو متر، يتوافد إليه زوار المدينة المنورة ويصلون في هذا الموقع، سواء كانت صلوات الفروض أو ركعتين لمكانة هذا المسجد التاريخية والإسلامية وارتباطه بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هلال، هذا كل ما لدي من هنا من جوار جبل أحد ومن مسجد الفسح بطيبة الطيبة المدينة المنورة، الصوت والصورة إليك، تفضل هلال. شكرا محمد على اختيارك لهذا الموقع التاريخي، تقديم هذه المعلومات والتفاصيل التاريخية حوله. شكرا محمد الشهري من المدينة المنورة. انطلقت اليوم النسخة الثالثة من مهرجان سماء العلا 2024 بمجموعة من الأنشطة والتجارب الاستثنائية، وتستمر فعاليات المهرجان إلى 5 من شهر أكتوبر القادم، حيث يسلط المهرجان الضوء على روعة العلا وتقديم تجربة غامرة لعشاق النجوم والتصوير الفوتوغرافي، وتتضمن كذلك تجربة المناطيد الهوائية الساخنة، إذ يستكشف الزائر من خلالها تضاريس العلا. نبقى في العلا أيضا، حيث شهد موسم التمور في أسبوعه الثالث إقبالا كبيرا من الزوار من داخل وخارج المحافظة لشراء أصناف التمور المتنوعة، ويهدف موسم تمور العلا الذي تنظمه الهيئة الملكية إلى إيجاد تنافسية لتمورها في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. هذا وأتاح المزاد الفرصة للشباب والأطفال لتعلم طرق تسويق وبيع محاصيل التمور من خلال احتكاكهم بالمزارعين والمستثمرين. تختتم اليوم فعاليات مهرجان القصيدة الوطنية بنسخته 7 في منطقة جازان، وقد ضم مهرجان القصيدة الوطنية نخبة من الشعراء والأدباء من مختلف مناطق المملكة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من جازان الزميل فهد الغزواني. أهلا بك فهد معنا في هذه النشرة. أجواء الشعر، أجواء الأدب دائما جميلة وتأخذنا في بحور الشعر، تأخذنا في خيالات الشعراء، أطلعنا على فعاليات هذا المهرجان. تحية طيبة هلال لك ولكل مشاهدين عبر قناة السعودية. نعم، نادي جازان الأدبي يقيم فعاليات مهرجان القصيدة الوطنية بالتزامن مع اليوم الوطني 94، هذه الفرحة لكافة مواطني المملكة العربية السعودية وأيضا للشعراء، خاصة أنهم يجسدون هذه الكلمات الشعرية مع هذه الفرحة الغامرة على هذا البلد الغالي. نعم هلال، هذه المناسبة أو هذه النسخة تأتي بشكل كبير ومختلف عن النسخة السابقة، خاصة أنها تضم عدد كبير من الشعراء والأدباء من نخبة من أدباء الشعر وأيضا أقامات الشعر، خاصة من كافة محافظات ومناطق المملكة. هلال، أنا ودي أستضيف معي الأستاذ حسن الصلهبي وهو رئيس نادي جازان الأدبي. حياك الله معي أستاذ حسن، يا مرحبا فيك. أستاذ حسن، حدثنا عن أجواء الشعر كما ذكر هلال بأنه يود يعرف أن ما هي الأجواء خاصة في هذا المهرجان، حدثنا عن أجواء الشعر. أجواء الشعر ساحرة وفاتنة وأجواء جميلة، وخصوصا إذا كانت مربوطة بالوطن. يعني نحن هذه الأيام يعني نعيش فرحة كبيرة، أولا احتفالا باليوم الوطني السعودي 94، وأيضا توثيقا لمواثيق الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة، ويعني يتجسد هذا من خلال الاجتماع العدد كبير من الشعراء المعروفين على مستوى المملكة وإلقائهم يعني للقصائد الوطنية التي يتغنون فيها بحب الوطن وبالولاء والانتماء لتراب هذا الوطن ولقيادته الحكيمة. ويعني هذه التظاهرة الشعرية
التي بدأت يعني كفكرة صغيرة ثم كبرت وأصبحت الآن يعني تظاهرة، أو أعتبرها أنا أكبر التظاهرات الشعرية الوطنية على مستوى العالم العربي. نتمنى الحقيقة في قادم السنوات أن أيضا نقدم نماذج أخرى. الآن بدأنا نخرج من بالشعر الوطني من نطاقه العربي المحلي إلى نطاقه العالمي، وفي هذه السنة ترجمنا يعني عينات من بعض القصائد الوطنية إلى اللغة الصينية، وذلك يعني مواكبة لرؤية المملكة 2030 التي يعني تنفتح على كافة الآفاق وتريد أن تضع لها قدما قوية في العالمية. يعني نحن لا نريد أن يكون شعرنا حبيسا يعني داخل حدودنا، وإنما مشاعرنا هذه الجميلة، مشاعرنا الفياضة تجاه الوطن، نريدها أن تصل لجميع العالم. نريد أن نعرف من يسكن في آخر بقاع الأرض كيف يعشق السعودي وطنه. نعم بالفعل هذه جهود مباركة، خاصة أن ذكرت أنه تم يعني ترجمت بعض القصائد للغات أخرى. أستاذ حسن، يعني هذا المهرجان بنسخة السابعة، عديد من النخبة، حدثنا عن فعاليات مهرجان القصيدة الوطنية منذ بدأ من الأمس. الحقيقة المهرجان على امتداد السنوات يعني قد شارك فيه عدد كبير من الشعراء، قد يتجاوز 300-400 شاعر وشاعرة يعني من مختلف مناطق المملكة، العديد من القصائد. يعني احنا نتخيل هذا الإرث الكبير الذي يعني ضمه المهرجان سواء على مستوى الشعراء أو على مستوى القصائد. أيضا هذا المهرجان هو أيضا يوفر احتكاكا كبيرا بين الشعراء ونقل تجاربهم فيما بينهم، وهذا يؤدي أيضا إلى تطور الشعراء في حد ذاتهم على مستوى تجاربهم الشعرية. فيما يخص الفعاليات، فالحقيقة أن المهرجان يعني لم يكتفي بالشعر، وإنما اتجه أيضا للفنون البصرية. فالنادي يعني أقام معرضا تشكيليا شارك فيه أكثر من 27 فنانا وفنانة، يعني أيضا من خلال كاميراتهم التصويرية الإبداعية التقطوا صورا جميلة للوطن، وكان معرضا حقيقة يحوي أكثر من 40 لوحة كلها تعبر أيضا عن هذه المشاعر الوطنية العميقة التي أيضا يعني دائما تؤكد على عشق الوطن. وايضا اتجهنا ايضا يعني في انتجنا ايضا اوبريتا فنيا، يعني اوبريتا يعني كان اوبريت الحقيقه في غايه الجمال، وانا طبعا يعني لا يمكن ان اشهد من اهلها ولا يشهد شاهد من، لكن هذا ما احسست به وانا اراه يعني مقدما على المسرح. وايضا يعني الفعاليات ايضا هي ليست بس يعني محصوره في الشعر، وإنما أيضا في الجوانب أيضا الثقافية العامة التي أيضا تعزز وتكرس الانتماء والولاء لهذا الوطن. نعم، وأنتم أهل لذلك أستاذ حسن، مما نراه من إبداع وتقديم لعديد من الفعاليات خاصة في نادي جازان الأدبي. أستاذ حسن، أنت شاعر، هل جهزت في هذه المناسبة قصيدة؟ يعني ودنا كذا أبيات سريعة نختمها في هذا اللقاء. الله يطول عمرك. أبد أبد، خذ راحتك. أقول دائما في عشق هذا الوطن الكبير، سعودية رغم أنف العداة ورغم الحسود ورغم الغضب ورغم مزاعم كل الوشاة ستبقى منارة كل العرب، ورغم الذي يدعون فإن لها في اشتعال الحروب حطب، سعودية رغم ما يكتبون فكيف نسائل عمن كتب، ولا نستطيع مجاراة قوم لأن مشاعرهم من خشب، لأن مبادئهم من خشب، ونحن نسير على مبدأ قوي لدين إله انتسب، ونحن نسود بأفعالنا لأن زمان الكلام ذهب، فدعهم يموتوا بأحقادهم وقد خاب يا موطني من كذب. سعودية صنع عبد العزيز كريم الخصال بعيد الأرب، كساها رداء الشريعة فاستطابت وعم النماء ودب، وذوب في مجده مجدها
وجملها بالنهى والأدب، فأضحت كأسطورة من خيال، فأضحت كحورية من خيال وأسطورة من كتاب العجب. سعودية هذه أمنا ونبع الحنان الذي ما نضب، فكيف ألام أنا المستهام بآلائها، هل يلام المحب؟ فأرجوك عفوك يا موطني إذا كنت قصرت عما وجب. ما شاء الله، صح لسانك سيد حسن وبيض الله وجهك. نتمنى لكم التوفيق أيضا في ختام هذا المهرجان، وبيض الله وجهك، ويستاهل الوطن منا الكثير والكثير. الله يوفقكم، شكرا لكم، وإن شاء الله دائما يعني نعيش في هذه النعمة الكبيرة وفي هذا النماء وفي هذا الأمن والأمان. نعم، شكرا أستاذ حسن الصلهبي وهو رئيس نادي جازان الأدبي حول هذه الفعاليات، وكما ذكروا أيضا القصيدة الشعرية التي تغنى فيها بهذا الوطن. هلال، الصوت والصورة لك من جازان. بالفعل كلمات جميلة جدا، كلمات يستحقها الوطن، ولا تفي بمشاعرنا جميعا تجاه الوطن. شكرا لك فهد الغزواني ولضيفك الكريم، كنت معنا في هذه الإطلالة عن الشعر وأجواء الشعر من جازان، شكرا جزيلا. احتفلت جامعة حائل باليوم الوطني 94 للمملكة بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات. المزيد في تفاصيل هذا التقرير. في أجواء من الفخر والانتماء احتفلت جامعة حائل باليوم الوطني 94 بإقامة مشاركات وطنية تضمنت قصائد وطنية وتقديم أوبريت وطني يجسد حب الوطن والتقدير لقيادته. كما شهد الاحتفال مشاركة مميزة جمعت بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في أمسية حافلة بالمواهب والهوايات. وقد جسد هذا الاحتفال صورة حية لروح المشاركة والتآخي التي تسود الجامعة. جامعة حائل حرصت على تأكيد أهمية الاحتفال باليوم الوطني ودوره في تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب وتقدير جهود القيادة الرشيدة في بناء هذا الوطن المعطاء. نجد العصفور، حائل. من أخبارنا الرياضية، تنطلق الليلة الجولة الخامسة من دوري روشن بثلاث مواجهات، حيث يستضيف النصر نادي الوحدة على ملعب الأول بار، كما يحل الأهلي ضيفا على القادسية في الدمام، فيما يواجه الاتحاد نادي الخليج في مدينة الملك عبدالله الرياضية بالجوهرة. يحتضن ملعب المملكة أرينا في الرياض الليلة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك المصريين، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، ويسعى الأهلي لإحراز لقبه التاسع في السوبر وتعزيز رقمه القياسي، فيما يبحث الزمالك عن لقبه الخامس. دشنت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية مشروع أنظمة رش المياه في روضة نورة بالمحمية في خطوة تتوائم مع المستهدفات الاستراتيجية الشاملة لعام 2030 للمحميات الملكية ومخرجات مبادرة السعودية الخضراء لزيادة الغطاء النباتي في المحمية، بما ينعكس إيجابا على عناصرها الفطرية النباتية والحيوانية، وتأكيد التزامها في الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي واستعادته لتكون وجهة بيئية وسياحية مستدامة. وعن حالة الطقس في المملكة لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، وارتفاع في درجات الحرارة العظمى على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة. نبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران ومكة المكرمة حتى الثلاثاء المقبل،
ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها. تفاصيل حالة الطقس في المملكة والتنبيهات حول استمرار الأمطار في عدد من مناطق المملكة مع المحلل بالمركز الوطني للأرصاد الأستاذ عقيل العقيل. أهلا بك عقيل معنا في نشرتنا، كيف هي التوقعات خلال الساعات القادمة؟ أهلا وسهلا، مساء الخير دكتور حلال. بالفعل كما ذكرتم قبل قليل في التقرير أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة على بعض أجزاء المملكة منها مكة المكرمة والمدينة المنورة. درجات الحرارة بالفعل تتأثر بالرياح الشرقية الحارة والجافة منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فبالتالي هناك ارتفاع ملموس حقيقة في درجات الحرارة تصل إلى حوالي 46 درجة مئوية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. باقي مناطق المملكة الأجواء بها مستقرة، في مثل المنطقة الشرقية والمناطق الشمالية من المملكة درجات الحرارة مثلا في المنطقة الشرقية بالكاد تصل إلى بداية 40 درجة مئوية، وهذا مؤشر جيد بالانخفاض في درجات الحرارة على القطاع الشرقي من المملكة. باقي على المرتفعات ففرص الأمطار إن شاء الله ما تزال متواجدة. منطقة عسير ومنطقة جازان إن شاء الله لها نصيب الأسد في هطول الأمطار خلال الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نعم، دائما في مثل هذه الحالات تعودنا من المركز الوطني للأرصاد وأيضا تعاونه مع الجهات الأخرى المعنية مثل الدفاع المدني في تقديم التنبيهات والإنذارات المبكرة حول هذه الأجواء وحول التقلبات، وهي بالفعل يعني هذه الجهود ساهمت في تقليل الحوادث وأيضا أخذ الاحتياط والاستعداد من جميع الجهات التي ممكن أن تتأثر بهذه الحالات المطرية. حدثنا عن هذه الجهود فيما يتعلق بالتعاون مع الجهات المعنية، أيضا نظام الإنذار المبكر للمركز الوطني للأرصاد. من أهم أعمدة العمل في المركز الوطني للأرصاد هي حقيقة حماية الأرواح والممتلكات، وهذا تشترك به جميع الجهات الحكومية وعلى رأسها الدفاع المدني. فعند صدور التنبيه بعدة الألوان إما باللون الأصفر أو البرتقالي أو الأحمر يتم إرسال هذه الإنذارات بشكل آلي ومباشر عن طريق النظام الآلي للإنذار المبكر في المركز الوطني للأرصاد، يتم رفع الجاهزية في هذه الحالات الجوية. فأيضا هناك خطوط مباشرة على مدار اللحظة بين المركز الوطني للأرصاد والسادة الزملاء الكرام في إدارة الدفاع المدني على الاستفسار الحالات الجوية بشكل مباشر ولحظي ما بين المتنبي الظواهر الجوية في المركز وما بين غرف العمليات في الدفاع المدني، بالإضافة كذلك الحال إلى السادة الزملاء في وزارة الشؤون البلدية والقروية. كل هذه اتصالات مباشرة هي إنما لخدمة المواطن والمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. نعم، جهود مقدرة ومشكورة، وشكرا لك الأستاذ عقيل العقيل المحلل بالمركز الوطني للأرصاد. انتهت نشرتنا مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس تركمانستان بذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وزير الخارجية يؤكد لأعضاء مجلس الأمن تقديم المملكة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين على مدى عقود، والتعنت الإسرائيلي يصعب وصولها. خطيب المسجد الحرام يؤكد أن التوحيد ولم الشمل من عظيم نعم الله على المملكة. هيئة العقار تعلن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لأكثر من 43 ألف قطعة عقارية في الرياض والدرعية. الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية تستمر حتى الثلاثاء المقبل على المناطق الجنوبية ومكة المكرمة. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله.